الرحيم المولد الكهربائي المتناوب، تتحول به الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. هذا هو الملف، هاي هي حلقات الزلق تتصل هنا بدائرة كهربائية خارجية، يتحرك هذا الملف ضمن مجال مغناطيسي. الحركة هذه تؤدي إلى تحول الحركة وتغير الفيض إلى قوة دافعة كهربائية، وطبعا الحركة مالتها بسرعة زاوية أوميجا ضمن مجال مغناطيسي، حتى أو تؤدي إلى وجود قوة دافعة كهربائية حسب قانون فاراداي. نضع قيمة فاي هنايا، والثيتا هي أوميجا تي، وناخذ هذه المشتقة فتطلع النتيجة بهذا الشكل. المعادلة القياسية نكتبها، فمعناته هذه الساين هي نفسها الساين، فهاي الكمية تساوي إلى الإي ماكس، فإذا معناته إي ماكس تساوي إن إن أي بي أوميجا، هتنحفظ. نرجع إلى نفس المعادلة، هي هذه المعادلة، والأوميجا هي 2 باي إف، الإف هي التردد. لو نجي نرسم هاي المعادلة، نرسمها راح يكون الرسم بهذا الشكل. فأعلى قيمة، أعلى قيمة هي الإي ماكس، وأقل قيمة هي الإي مينيمم صفر. هسه هذا هو المولد المتناوب. أريد نسوي مولد مستمر. المولد التيار المستمر يكون بهذا الشكل، فالقوة الدافعة الكهربائية تكون كلها بنفس الاتجاه. نجي الآن إلى المجال الكهربائي المحتف، أيضا نفس الأساس، ملف يدور ضمن مجال مغناطيسي، فتتغير طبعا الحركة فيتغير قيمة بي، يؤدي إلى البي إلى وجود فيض، ثم إلى وجود قوة دافعة كهربائية، تؤدي هذه القوة إلى وجود تيار ضمن هذا السلك، والتيار يؤدي إلى وجود مجال كهربائي، وهذا المجال الكهربائي يسوي لنا قوة مغناطيسية. طيب احنا نعرف ان الشغل يساوي لنا كيو في الفي، الفي هي الجهد والكيو هي الشحنة، والشحنة نعرفها هي الالكترون، والجهد هو القوة الجهد اللي احنا حاطينه في الدائرة. طيب هسه احنا نجي على هذا الشغل الكهربائي، زين الشغل الميكانيكي هو اف في يعني القوة في الازاحة، القوة هي كيو اي، الكيو قلنا هي قيمة الاي، والازاحة يعني هو المحيط مات السلك اللي هو 2 باي ار، نصف القطر هو ار. هسه ايش راح نسوي؟ معناته انه الشغل له قيمه كهربائيه اللي هي هاي، وقيمه مغناطيسيه وقيمه ميكانيكيه اللي هي هاي. نوخر قيمه اي، نطلع قيمه المجال المجال الكهربائي المحتف، وينكتب بهذا الشكل على اساس ان الاي تساوي هذا المقدار.